أو نعيد ربط الاتصال مع زميلة هاجر زليلة المتواجدة بإحدى المتوسطات في الشراقة. إذا زميلتي هاجر، ربما نرى خلفك بداية توافد تلاميذ وأوليائهم، ربما كيف هي حالتهم النفسية دقائق فقط قبل بداية الامتحان؟ نعم أكيد، هو الخوف يطبع على كل التلاميذ والمترشحين وحتى أوليائهم. إذا تتواجد معي أولى المتوافدين للمركز، هي والدة كل من يسرى وابتسام. نتمنى لهم إن شاء الله يكونوا تاني اسمهم ضمن قائمة الأوائل في النتائج إن شاء الله. نبدأ مع الوالدة. صباح الخير سيدة. صباح الخير، صباح النور. تفضلي معنا سيدة، قولي لي كيفاش كانت المرافقة تاعك لبناتك وكيفاش راهي النفسية تاعهم في الساعات الأولى؟ كانت متعبة بزاف، وبعد كي مع الحفظ ديفا يروحوا هكذا ديفا يروحوا هكذا، ما عندوش اختيار، سما توجور كاينة حاجة اللي يقعدوا دايما هادي ماشي هادي هادي ماشي هادي. على قداش نوتيهم الصباح؟ نوتهم على الخمسة، بون خداو الدوش تاعهم، شربوا قهوة، لبسوا حوايجهم، شدوا شوية ريفيزيون، وهذه هي. واش درتي لهم على الصباح؟ ما زمزم، سكر، زبيب، كش حاجة؟ سكر نورمالمون، سكر، حنا سكر، عادتنا سكر. هذه هي. كانوا ناشطين الحمد لله، ونحيت لهم شوية الخوف، فهمتهم الداخل واش يديروا، كيفاش يكونوا. هذه هي، لازم التركيز، لازم قراءة النص. قبل ما العمل ومن بعد ينطلقوا ان شاء الله. الفرحه تكون مزدوجه هذا العام، في زوجين ينجحوا ان شاء الله. ان شاء الله. قولي لي، المقر السكن تاعك بعيد على المركز الامتحان؟ لا لا ماشي بعيده، هنايا برك. رغم هذا وترافقيهم؟ ونرافقهم وي. علاش؟ باش نشوف ولا دخلوا ولا كيفاش راهم النفسيه تاعهم. هذه هي. شكرا. اذا ممكن ابتسام كلمه هكا، كيفاش راهي نفسيتك؟ على بالي بلاكي خايفه وراكي بالضغط، كيفاش راهي نفسيتك؟ راني ستريسي بصح ينقص شويه ضغط كي تكوني مع اختك، يعني راه اذا يقولوا اذا عم تخف بيان سور دعميها ودعمك. يسرى ثاني قولي لنا كيفاش راهي نفسيتك. دوري برك الكاميرا. صافا. راكي تلاقيتي مع صحاباتك، راهي معك ماماك، راهي اختك معك، راكي قرب للدار. يعني كنت شويه ستريسي من الاول، مي دوكا راني شويه صافا الحمد لله. اكيد هذا الخوف والقلق راح يزول امتحان بعد امتحان، حتى تولفوا الامتحانات وتنتهي الامتحانات. شكرا. اذا نعود اليك سميره حتى نعطي فرصه ايضا لبقيه المتدخلين عبر مختلف الولايات. شكرا لك هاجر. اذا مشاهدينا، التغطية لأول أيام امتحان شهادة التعليم المتوسط لا تزال مستمرة.